السلام عليكم. حاليا موجودين في فرع الفاتح، بضايع تقريبا كلها جزت، شحنات الكويت هذه جاهزة إن شاء الله تمشي للكويت بإذن الله. هذه بعد الشوكولاتة إن شاء الله بتطلع الكافي تروح الدوحة إن شاء الله، قبل شحننا منهم أيضا هذه تمشي للدوحة إن شاء الله. هذا بعد شاي أيضا للدوحة، شاي أعشاب أعتقد في منها أكثر من نوعية. الأغراض هذه أغراض بعد للدوحة إن شاء الله.